احنا كنا جالسين حتى كنتفاجئوا بالرافعه ديال الشاحنه ديال النفايات قاصت السلك ديال الضوء من تما كنتج عليها تماس كهربائي وصل الضوء حتى للعامل ديال النظافه كان حدا الكاميو السي في حاله يرشلها. المهم حنا اول مره كنحضروا هذه الواقعه هذه بالنسبه لهم ما عرفناش شنو كاين وبالنسبه حتى للحاويات ديال النفايات ماشي البلاصه ديال المياه هذه. نتمنى من المسؤولين ان هذا الحادث هذه ياخذوها عبره ويحولوا المكان ديال النفايات حيت البلاصه ديالها ماشي هي هذه، يحولوا البلاصه المخصصه للنفايات حتى حمايه للمواطن وحمايه لصاحب النظافه. كنا مريحين هنايا في الحومه ديالنا حتى كنتفاجئوا بالسلك ديال الضوء ضرب واحد من عامل النظافه. مشينا لقينا السيد كيشهد وانسان تقريبا مازال صغير في عمره تقريبا شي 39 سنه، وكنطلبوا من السلطات المحليه هاد كما كتشوفوا هاد السطوله ديال الزبل خاصهم يحفروا لهم في الارض، حيت هنا جاوا عندنا في الساكن هنايا جاوا قريب للسلك ديال الضوء، لقيت اللي هز الشاحنه هزت داك البوجي ديال كدا قاص السلك ديال الضوء هو السبب ديال الضربه ديال السيد. الحاله ديالو الصحيه كتبان لي شويه مأثر ونتمناو له الشفاء ان شاء الله. لاول مره ربما السائق ما انتبهش للسلك ديال الضوء كان فوق الشاحنه تما صدمنا بالضربه ديال السيد. ما قالش لي تسمعنا ديك الضربه كيسحبنا واش البوطو اللي طاح، جينا تنجريو لقينا الكاميو هاز هذيك البركه الفرايا السيد طايح تما. اتصلنا بالرجال الوقايه المدنيه الله يكثر خيرهم تما مشكورين العمل ديالهم راجعوا بسرعه. السلام عليكم اخويا، واحد السيد يعني خدام في هذه الشركه ديال اوزون ديال النظافه والازبال حاجاكم، مسكين جاي يعني جا داك الشاحنه ديال النقل ديال الازبال عنده واحد الرافعه، جا هذاك مسكين العامل اللي كيتحكم يعني في الرافعه بحال قلتو يعني زادت واحد المستوى قاصت التيار الكهربائي هذا كيف ما كتشوفوا، يعني السيد مسكين في حاله لا يرجى لها، يقدر يعني كان تيشاهد يعني فاقد يعني الوعي ديالو، والحمد لله يعني اتصلنا برجال الوقايه المدنيه راه دابا تم النقل ديالو للمستشفى ان شاء الله ويكون خير. يعني ما حنا ما عندناش شي علم واش باقي حي الله اعلم ليه. المهم هادشي اللي كاين يعني هاد الحاويات كانوا يعني في واحد المكان اللي كان ليه بعيدين على هاد الكابليات وهادشي هذا، يعني وكنت تنتفاجئوا يعني من بعد الوقت داروهم هنايا ما عرفناش شنو هو السبب. هادشي اللي بيان سيغ راه كيشكل واحد الخطر كبير، راه يعني ما حتى تحاول كاع ما تقيس انت كاع الكابلي، كتبقى واحد المسافه ديال واحد المتر هكاك كيضرب التماس فهمتوا، يعني هادشي اللي كاين. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير للفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.